في الحقيقة واحنا بنتكلم على يوم 23 سبتمبر تحديدا، هو اليوم اللي بيصادف اليوم العالمي للغة الإشارة، وده اللي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017 علشان تأكد على أهمية لغة الإشارة في حياة الملايين من الأشخاص الصم وضعاف السمع، وكمان زيادة الوعي بحقوق واحتياجات هذه الفئة تحديدا من الأفراد في المجتمعات، لأن اللغة دي بتوفر وسيلة آمنة للتواصل وكمان تعليم وثقافة لحوالي بنتكلم في 70 مليون شخص أصم في جميع أنحاء العالم. ومن هنا جه أهمية اليوم ده تحديدا يا جماعة. بالتأكيد يا أحمد، الحقيقة أن لغة الإشارة بجانب أنها جزء من التنوع الثقافي واللغوي، هي في الأساس جزء أصيل من حقوق ذوي الهمم اللي بيعانوا من مشكلات سمعية. عشان كده اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتؤكد على أهمية استخدام لغات الإشارة وتعزيز تعلم هذه اللغة عشان سهولة التواصل معاهم، سواء كان في المؤسسات الحكومية أو حتى التعليمية، كمان في الحياة العامة. والحقيقة يا أحمد، يمكن أنا بالنسبة لي أعتقد أنه لغة الإشارة لازم تكون أو تدرس في المدارس زيها زي أي لغة، لأنها طريقة تواصل. يعني دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، لأن لغة الإشارة احنا اتكلمنا أن موجودة في يعني المجتمعات وبتوصل لحوالي 70 مليون شخص، لكن هي مش لغة واحدة، في أكتر من لغة للإشارة تحديدا على مستوى العالم. لغات كتيرة جدا موجودة للإشارة، بتختلف مع اختلاف الثقافات، اختلاف المجتمعات كمان، لكن علشان كده قدروا اللي هم يتواصلوا إلى إيجاد لغة إشارة دولية. اللغة دي بتساعدهم في التواصل في حالة بقى السفر للخارج، التعامل مع أشخاص من مجتمعات أخرى، فهي لغة واحدة تقدر تجمع كل يعني ذوي تحديدا. بنتكلم هنا على لغة واحدة بتوصل لكل خاص يعني أو كل شخص أصم تحديدا يقدر له يتعامل بهذه اللغة. يمكن مجموعة صغيرة من العلامات هي اللي بتحتوي هذه اللغة الواحدة اللي قرروا اللي هم يوحدوها علشان تقدر تنتشر ما بين الصم والبكم على مستوى العالم تحديدا. وده لو هيعكس شيء أحمد، فهو هيعكس أهمية نشر ثقافة لغة الإشارة على المستوى الدولي كمان المحلي. لو هنتكلم على مصر تحديدا، أعتقد أن احنا مؤخرا الحقيقة ابتدينا ناخد خطوات كبيرة بتؤكد على أهمية نشر ثقافة لغة الإشارة. فعلى سبيل المثال بقينا بنشوف في كل الفعاليات المهمة بيتواجد فيها مترجم للإشارة لنقل الفعاليات والأحداث للأشخاص ذوي الهمم. احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون عندنا فقرة خاصة ومهمة عن اليوم العالمي للغة الإشارة. صباح الخير على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.